السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في درس جديد عن برمجة تطبيقات الأندرويد. طبعا هذا الدرس سوف يكون مميز وجميل جدا، لأنه سوف يعلمنا كيف نربط منتجات من تطبيق باستخدام منتجات من مختلف شركات. يعني نحن الآن نريد أن نربط أندرويد مع الـ SQL Server عن طريق Web Services. طبعا أكيد أن الأندرويد من شركة معينة التي هي جوجل، و SQL Server من شركة مايكروسوفت، فلا يوجد تواصل بينهم مباشر. فكل لغات البرمجة كلها لديها شيء اسمه ويب سيرفيس، تستطيع أن تكتبه بأي لغة. بقية اللغات كلها البقية الأخرى تستطيع أن تتصل بهذه الويب سيرفيس. إذن هي لغة التعارف بين اللغات، الويب سيرفيس. طبعا يفيدك هذا الويب سيرفيس كثيرة، مثلا تكون تطبيق يرسل لزبائنك مثلا آخر الأخبار لمستخدمينك، أو يأخذ مواقع لوكيشن مال فون أو غيره. فدرسنا لهذا اليوم هو أنت عن طريق الفون الخاص بك تدخل بيانات، وهذه البيانات تسجل في قاعدة بيانات الـ SQL Server. إذن لنبدأ بداية من الـ SQL Server ونصمم تيبل. هذا التيبل سوف يكون من ثلاثة أعمدة، أول شيء Android ID، وبعدها Android Contact Name، وبعدها Android Contact Phone. طبعا لو عملت View لهذا التيبل، هذا التيبل في هذه البيانات أنا أدخلتها. الآن أنا أريد عن طريق الأندرويد أكمل أدخل بعد بيانات في هذا التيبل. الآن أحفظ هذا التيبل في جدول اسمه أندرويد كونتاكت في داتابيس على الريموت سيرفر. الآن إيش أبدأ؟ الآن في السي شارب سوف أصمم ويب سيرفيسز. إذن كيف أصمم ويب سيرفيس بهذا الأمر؟ طبعا بداية أكون كلاس، هذا كلاس اسمه كونتاكت ريزالت، يعني اللي يعيد لي نتيجة الويب سيرفيس. تعيد لي إيش؟ تعيد لي error id، وتعيد المسج، يعني تعيد الاي دي الخطا وتعيد المسج، هل تم الاضافه، هل لم يتم الاضافه وغيرها. ناتي على الويب سيرفيس، نصمم ويب سيرفيس. احتياجيه مجرد تستطيع ان تدرج كليك رايت، تختار نيو ويب سيرفيس، تعلم انت كيف تدرجها. بعد ان تدرسها في كل ويب سيرفيس احتياجيه، انت تكون كل اذا كتبت تكون ويب ميثود، سميها الان open account، على اساس انت تدخل اسم الفون واسم الشخص، وتعطيها في الوصف، تقول له description لها this method create new account in database. وبعدها تقول system dot serialization XML type contact in result. معناته هذا إنه الريزلت الخاصة بهذه الكلاس تحول إلى XML، يعني حسوف يكون تاك كبير اسمه contact، وتاجين في داخله اسمه message و message result. يعني لو جيت هنا يعني يكون تاج اسمه contact، وتاجين اسمه message، وعرسين هذا open account، تاج اسمه open account، وتاجين اسمه first name وphone number. إذن نكمل لنكون بقية الشرح. إذن الآن عرفنا هذه، نكون method اعتيادية تعيد لنا contact result اللي هو هذا الكلاس، class open account تستقبل full name وتستقبل phone number. طبعا هذا كود اعتيادي خاص بالسي شارب، هو اللي اضافه لعمل انسيرت في الداتابيس. فهذا العباره مجرد SQL connection، يعني SQL connection اتصال بايش؟ بالكونكشن سترنج في الداتابيس. انا لم اعرضها هنا لان هذه الداتابيس تخصني وهي على ريموت سيرفر، فهي بياناتي عليها. انت تستطيع ان تضع الكونكشن سترنج الخاصه بك هنا، تقول له insert into اسم التيبل، والاعمده التي تريد ان تدخلها هي اندرويد فون نمبر، فون نيم وان نمبر، والفاليو كبارامترز. ثم تبدأ هنا SQL command اعتيادي، إنه SQL connection تجعل يتصل SQL connection، تمرر له البارامترات التي هي Android contact name و Android contact phone، ترسل لها name والphone، وبعدها تفتح اتصال بقاعة البيانات، تنفذ الكويري، تغلق الاتصال. فإذا نجحت هذه العملية اللي هي بتراي صايرة، التي هي ضمن تراي، تعيد الريزلت إن الإيرار صفر، والمسج هي contact is saved is added، ويعيد لك هاي الميثود مثل اعتيادية. وإذا خطأ لم يستطيع يعيد لك error id 1، ويقول لك المسج هي المسج الايرور سبب الخطأ، ما هو الخطأ. حسنا، أنا الآن انتهيت من هذه الويب سيرفيس. الآن لو تعمل لها view in browser ونتأكد من إذا هل هي ناجحة، هنا هذه الويب سيرفيس open account، تقول لك ادخل phone name مثلا، نقول له علي، والتاء مثلا اي phone number. الآن المفروض عندما أقول له save وأذهب في الداتابيس ألقى أنه تم. انظر الريزلت اللي تعيد لي إياها هي XML، عبارة عن تاج اسمه contact result، مخزون فيه تاجين ID وتاج message. تاج الـ ID صفر، والمسج هي contact is added.
هذا XML. إذا لم تعرف XML فابحث عن XML وتعلم كيف تستخدم. إذن هذه هي هذا فايل هذا السطر هو الذي عمل هذا الأمر. الآن أنا أريد أن أرى هل فعلًا هذا ينضاف في الداتابيس، لأذهب إلى التيبل وأعمل له ريفرش. هذا علي ينضاف وهذا الفون نمبر. إذن الويب سيرفيس الخاصة بي صحيحة ومتصلة في الداتابيس. الآن أعمل لها publish وأرفعها على الويب سيرفر. أنا رفعتها على الويب سيرفر الخاص بي ألا وهو www.arubai.com/ اسم الويب سيرفيس، تستطيع أن تصل لها أنت فقط تكتب اسمها. إذن هذه الويب سيرفيس رفعتها على public domain. هذه الويب سيرفيس فيها one method اسمها open account. لو تيجي تقرأ في هذا الصوب البودي في open account تستقبل full name وتستقبل phone number وتعيد open account result وتعيد ID ومسج. حسنا هاي الصوب. إذن الآن الميثود جاهزة، الويب سيرفيس جاهزة وهي على السيرفر وهي متصلة بقاعة البيانات. الآن فقط نذهب إلى الأندرويد ونبدأ عملنا. في الأندرويد نصمم مواجهة كهذه، تأخذ بها بهذا التصميم، تأخذ فون نمبر فون نيم، صاحب الاسم هو اي دي نيم تكست تكست، والفون نمبر اللي هو اي دي فون، وبوتن للآد وتكست لعرض النتيجة التي هي تكست فيو 3. طبعا في حدث الكليك نبدأ بالعمل. طبعا قبل أن نبدأ بالعمل النتيجة التي تعاد من هذه الميثود إذا استدعيها تعاد لكلاس اسمه open account result فيه error وفيه error id وفيه error message. لذلك أنا أذهب بالأندرويد أعمل هذا الكلاس، فأعمل كلاس جديد أسميه contact result فيه 2 parameter error id و error message. السبب في هذا حتى أضع فيه الريزلت القادمة من الويب سيرفيس. طبعا عملت استاتيك حتى تصلها مباشرة، حتى أستطيع أن أصلها من أكثر من نافذة. انتهينا. إذن الآن كيف أنا أتصل بالويب سيرفيس؟ عن طريق إيش؟ عن طريق الأندرويد. النقطة الأولى يجب عليك أن تذهب هنا وتعطي permission للأبليكيشن مالك بالوصول للإنترنت، لأن الآن هذا التطبيق يريد أن يتصل بالإنترنت حتى يمر على هذا الرابط. نقطة رقم واحدة. نقطة رقم اثنين، أنت يجب أن تذهب وتنزل SOAP. كما ترى أنت التاج هنا يطلب SOAP حتى يمر. طبعا هذا SOAP هي لغة تخاطب بين السيرفرات لقراءة البيانات لقراءة بيانات الويب سيرفيسز. فتستطيع أن تنزلها أنت من code.google أو من هنا أو من أي رابط. طبعا بعد أن تنزلها كيف تضيفها في برنامجك وكيف برنامجك الآن يتعامل مع ملفات JAR. مثلا كيف تستخدم ملفات JAR في الاندرويد ستوديو؟ طبعا اندرويد ستوديو سهل الامر كثيرا عليك. لو تتذكر شرحنا سابقا هناك سطر اسمه ايش؟ اسمه هذا كومبارتي فاير داير ليبس. قلنا هذا معناته star.jar، معناته هذا سوف يقرا اي ملفات موجوده في مجلد الليبس. لذلك لو نذهب بالابلكيشن الخاص بنا ونختار ونذهب إلى ذلك الفولدر بالتحديد open file path app مجلد لبس، هنا في داخل هذا الملف نخزن هذه الكيسوب بعد تنزيلها. طبعا أنا الآن إيش نزلت؟ أنا نزلتها هيانها، هذه هي كيس اوب 2 هذه هي نفسها اللي كتبتها في جوجل. فقط اسحبها ايش واخزنها في هذا الفولدر اللبس، فقط اخزنها في هذا اللبس. انا خازنها الان خلاص. بعد ما خزنتها في اللبس فقط اضغط على ريفرش، هنا اعمل ريفرش الابلكيشن وانتهى خلاص، سوف يحمل الابلكيشن تستطيع استخدامها. الان حتى استخدمها اكتب حتى اصل الويب سيرفيس اكون كلاس، طبعا كون كلاس اسمه كال ويب سيرفيس كلاس اعتيادي فيه النيم سبيس. تعرف النيم سبيس من النيم سبيس بنا لو ذهبنا على الجلوبال النيم سبيس هو هذا هو النيم سبيس. لو انه هو النيم سبيس حسنا النيم سبيس لنعود قليلا ابو الاكونت انظر على كل التفاصيل اللي تريدها انت منها النيم سبيس سوب اكشن. هذا سوب اكشن
فهذا هو السوب اكشن مثل اكشن تنفذها. لذلك في الاندرويد فالاكشن تكون ايش؟ تكون هذا بدايه اليو ار بدايه النيم سبيس كما قلنا هذا اي سي تي بي.org وهذا الخاص بمايكروسوفت اصلا ما له ربط باي شيء. تستطيع انت تغير النيم سبيس لا تريد. طبعا اليو ار ال هو رابط الويب سيرفيسز. ترى هذا الرابط رابط الويب سيرفيسز. هذا هو رابط الويب سيرفيسز عفوا على البوبليك. هذا هو رابطها. هذا هو رابط على البوبليك انا استخدمه الان. هذه هذا الاثنين انا لم استخدمه اصلا. الان اكون ميثود اسمه اوبن اكاونت تستقبل فول نيم وتستقبل فون نمبر. طبعا اعرف الميثود نيم ايش ميثود اريد اصلها في الويب سيرفيس. كما قد تكون الويب سيرفيس لها اكثر من ميثود لكن الويب سيرفيس لها ميثود واحده اسمها ميثود اوبن اكاونت. فاقول لها اوبن اكاونت. اقول لها سوب اكشن. كما قلنا السوب اكشن لو تتذكر هي الاكشن تمثل كسوب. هذا السوب اكشن هي temp.org/openaccount. ف نكتب temp.org/openaccount. الان نعمل سواب هذا الاوبجكت اللي هذا هو الخاص بملف الجي اي ار الذي استلمناه. سواب اوبجكت يعني اعمل اوبجكت من السواب. ارسل النيم سبيس واسم الميثود. بعدها ارسل امر البارامترات التي اريد ان استدعيها في الويب سيرفيسز. ثم اضع هذا السواب داخل انفلوب. ثم اقول له انه استخدم دوت نت انا في برنامجي لان تلك الويب سيرفيس هي دوت نت. ثم اضعها في غلاف وارسلها. ارسلها بال HTTP. كل ما في الموضوع. انتظر الريزلت. الريزلت التي تكون قادمة من سواب اكشن وانفلوب. اضعها ايش؟ احولها الى اوبجكت وبعدها اضع الايرور مسج القادمة. اضعها ايش؟ في ايرور مسج. والايرور اي دي القادمة اضعها في ايرور اي دي. طبعا ها ايرور اي دي هذه بهذا الشكل. هنا احنا ندري الويب سيرفيس تعيد لنا ايرور مسج وايرور اي دي كما لو تتذكر سابقا عندما استدعيناها الويب سيرفيس تعيد لنا ايرور اي دي وتعيد ايرور مسج. لذلك ناخذ الايرور اي دي والايرور مسج والايرور اي دي نخزنها في الكونتاكت ريزلت الذي هو هذا الكلاس ونكون خلاص انتهينا. الان فقط هذه هي عمليه تتاخر فنحتاج ان نضعها في ثريد. ثريد هو ايش معناته؟ ثريد معناته هو العمل بالخفاء. يعني عمل خلف يعمل برنامجك انت تستخدم اي شيء وهو يعمل بالخلف خلفية باك جراوند. لذلك في المين اكتيفيتي اول شيء اصل للتكست الاولى حتى اجيب الني. بعدها للتكست الثانيه وبعدها للتكست ريزلت. بعد اصل للتكست ريزلت الثالثه حتى ارضي النتيجه او كون ثريد يساوي سمي ثريد سمي ران. و اقول نيو ثريد افتح كلاس ثريد ران اي الميثود الموجوده في الثريد اسمها ران. هنا تكتب الكود الخاص بك اي كود تريد ان تنفذ في الثريد تضعه في الران. يعني انت بتثبت الهيك استراكشر الخاصه بي تكتب ثريد يساوي لنا اسمه يساوي لنا نيو ثريد تفتح قوس تكتب بابليك هي اوفر رايت للميثود اصلا موجوده. هذه الميثود تتنفذ عندما تقول له اسم الثريد دوت ران. لما تقول له ران سوف ينفذ هذه الميثود. هاي الميثود سوف يذهب يستدعي ياخذ نسخه من الكال ويب سيرفيسز ويرسلها برامترات اوبن اكونت يرسلها التكست نيم والتكست فون نمبر ويشغل هنا. يشغل هنا run dot join معناته يقف ينتظر الريزلت. يعني انت لو مثل ما قلنا هذا ثريد فهو يعمل في الخفاء. يعني انت لو وصل كمل السطر سوف ينفذ تلقائيا هذا السطر ثم هذا. اذا بعثها النتائج غير قادمه وهو نفذ هذا السطر لكن انا تاتي النتائج بعدها يلا انفذ هذا السطر. لذلك اقول له run dot join بمعنى انت اقف حتى تاتيك النتائج من السيرفيس. عندما تاتي النتائج من السيرفيس اعرف في التكس هي الكونتاكت ريزلت دوت ايرور مسج وانتهى كل شيء. الان لو جيت نفذ في البرنامج وحاولنا من الاندرويد ان نرسل بكل بساطه سوف يرسل لك بيانات ايش الى السيرفيس. حسنا انا الان انا مثلا اكتب محمد اكتب الفون الخاص به وانتظر اكتب ف
contact is added. لو تتذكر ان contact is added هي تأتيك من الويب سيرفيسز، هي كريزلت، هذه الريزلت. الان لو نذهب بالSQL سيرفر ونبحث عن محمد، طبعا انا غير موجود محمد، عندما نبحث هذا محمد وهذا الفون نمبر. انظر عملنا اتصال بين الاندرويد مع قاعده بيانات على ريموت سيرفر. شكرا لحسن المتابعه، ونلتقي في دروس اخرى.